حلمك صح، كافح عاند ونجح، ومهما الوقت طول ما تقولش لحلمك ابدا بح. يأسك ده خلاص انساه، ده طريق الحلم حياة، ومعانا اكيد تلقى تحلم تكبر واكيد تنجح. حلمك صح، كافح عاند ونجح، ومهما الوقت طول ما تقولش لحلمك ابدا بح. يأسك ده خلاص انساه، ده طريق الحلم حياة، ومعانا اكيد تلقى تحلم تكبر واكيد تنجح. حلمك صح، كافح عاند ونجح، ومهما الوقت طول ما تقولش لحلمك أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم مشاهدينا في كل مكان، وبرحب بزميلتي، اهلا بيك يا غادة. اهلا وسهلا بك يا خلف، وبرحب بكل مشاهدينا في كل مكان. وبرنامجنا النهارده حقق حلمك صح. برنامجنا زي ما عودنا حضراتكم هو بيهتم بالمواهب، بيهتم بكل بيت في مصر، بنحاول نكون دايما داعمين للمواهب الشابه، ونحاول نحطهم على الطريق الصحيح بحيث يقدروا يحققوا كل طموحاتهم ومواهبهم. احنا طبعا النهارده دورنا كبرنامج ان احنا بنهتم بالمواهب، وبنهتم بان احنا بنضعها على الطريق السليم، ان في يوم من الايام ممكن نشوفهم نجوم كبار، وطبعا بيكونوا مشرفين جدا لنا ومشرفين جدا لكل الناس. طبعا المواهب اللي معانا النهارده غاده، استاذ حماده منسي، وبرضه طارق فهمي. الحلقه النهارده طبعا انطلاقه لمسابقه حقق حلمك صح. طبعا المسابقه دي احنا عاملينها على اكثر من موهبه، مواهب الشعر، الغنى، العزف، التمثيل. ان شاء الله في نهايه الموسم هيكون معانا حفله كبيره، هيفوز اللي هيفوز معانا هيكون معانا ان شاء الله في الحفله، والتمثيل والشعر ان شاء الله هنجهز ليهم عمل فني يشاركوا معانا فيه باذن الله. طبعا احنا من خلال المسابقات اللي بنعملها ان شاء الله في البرنامج هنختار افضل المتسابقين، ويتعمل لهم اوديو، الاوديو ده هيتم عرضه، وان شاء الله يكون لهم تواجد في حفله دار الاوبرا في الفتره اللي جايه القادمه. وباذن الله انتظروا الاعلان عن بدء هذا الاحتفال قريبا جدا ان شاء الله، ويكون معانا نجومنا، وان شاء الله بنتمنى تواجدهم. هنبتدي النهارده نرحب بضيوفنا، اهلا وسهلا بيكم. اهلا معانا طبعا الفنان حماده المنسي، ومعانا الفنان طارق فهمي. خلينا نتعرف عليهم ونشوف مواهبهم، اهلا وسهلا بيكم. نورتونا النهارده والله. نور حضرتك. نتعرف بيك يا حماده. انا اسمي حماده المنسي. ده اسم الشهره. ده اسم الشهره. تمام. صحيح. بغني طبعا من زمان، يعني وانا في اعدادي، بس لسه يعني بدات الغنى يعني الطريق الصح يعني في 2020، يعني قريب قوي يعني. ان شاء الله بالتوفيق. الله يخليك يا حماده. ان شاء الله. انا اسمي طارق فهمي، عندي 23 سنه. تمام. برضو بحب الغنى، وبقالي فتره يعني ابتديت اللي انا ادرس وكده مع المايسترو الكبير مصطفى مهدي. اكاديميه سبورت تالنت يعني للتدريب. التدريب بالظبط كده، هو بيدينا دفعه دايما بصراحه يعني. بالتوفيق. تمام. طارق، انت امتى ابتديت يعني تثقل موهبتك؟ امتى ابتديت تغني بالظبط يعني؟ يعني من سنه ونص كده، مش من بعيد برضه. يعني بغني من فتره كبيره، بس اللي انا ابتدي ادرس وكده لا طبعا يعني من سنه ونص. بس في الاول طبعا كان في الجامعه وكده، انا بدرس في كليه سياحه وفنادق، ففي فريق في الجامعه، فابتديت من هناك يعني. يعني بدايه انطلاقك كان الجامعه. طبعا. تمام. توفيق ان شاء الله. طيب نبدا مع حماده بقى، هتسمعنا ايه؟ انا هسمعك حاجه النجم رضا البحراوي، حاجه شعبي كده يعني خفيفه كده عشان تبقى مشاهدين كويسه يعني. تمام. ابتديت ابني يا صافي وقلبي طيب طمع فيا، عملت خير في ناس كتير للاسف قلبوا عليا قلبوا عليا، كان كل حلم اعيش طبعا في لوم تعيش مع ناس ما رحمتنيش، ظلموني ولعبوا بي، عمري ما فكرت اخون اخون، كل هم اخلص واسود، عندي قوه الف راجل بس طيب ما افتريش.
طبعا بدات الغنى مع الاستاذ الدكتور مصطفى مهدي. بدات من امتى؟ انا بقالي معاه سنه. جميل جدا. اتعلمت كتير طبعا. اكيد طبعا يعني باخد برضو من الخبره برضو لسه بتعلم يعني لسه برضو بتعلم برضو بحيث ان انا ابقى متمكن يعني. احنا اصلا عاملين برضو بروتوكول مع الاكاديميه. يعني برضو لينا من اكتر من 3-4 سنين. تمام. وجميع المواهب احنا بنوديها الاكاديميه بحيث نقدر برضو ناخد منهم الخلاصه يعني. ده حقيقي فعلا. ده حقيقي فعلا. بالتوفيق ان شاء الله. تمام. طارق هتسمعنا ايه؟ في اغنيه كده الاستاذ بهاء سلطان كان يا مكان. اتفضل. كان يا مكان كان في زمان كان في قلوب بتحس بيا وتخاف عليا وطيبي كانت عينيهم حضنين عيني وقلبي راحوا راحوا يا قلبي من ايديا 10 سنين وبقينا يا قلبي لوحدنا هنروح لفين انت وانا من الذكريات وبقينا قلبي لوحدنا ويا اللي فات هنروح لفين انت وانا من الذكريات. رائع صوتك رائع الحقيقه. انت بدات بقى مع دكتور مصطفى من امتى؟ طبعا من بالظبط كده شهرين. شهرين. طيب يعني كده بدايتك كده معاك يعني حاسس ان انت مرتاح نفسيا ان انت عايز تكمل انت حاسس ان الراجل ده مبدع عنده كده ايه قدره ان هو يقدر يعلمكم بطريقه صحيحه؟ طبعا حضرتك هو المايسترو دايما يعني بيشجعنا لو غلطنا في حاجه بيشجعنا بيقولنا اصبروا يعني في اماكن تانية طبعا بيبقى الموضوع فيه بنحس لو استعجال او اللي هو بالنسبه لنا لا انا مش بستفيد حاجه بس لا بصراحه مش يعني انا مستريح جدا مع المايسترو. بالتوفيق ان شاء الله. هو شيء جميل ان انت تثقل الموهبه بالدراسه لان ده طبعا بيديها يعني بتبقى يعني اكتر فعاليه ويعني بتؤدي نجاح كبير الموضوع ده الحقيقه. طيب بالنسبه طبعا يعني انا عايز اعرف لونك المفضل ايه الحاجه اللي انت بتحب تغنيها اكتر؟ هل بتحب تغني شعبي بتحب تغني مثلا اي نوع من لونك المفضل يعني هو حضرتك انا دلوقتي يعني هو طبعا في البدايه خالص في بدايه الدراسه انت ما بتعرفش تختار لونك صح يعني انت بتجرب في حاجات كتير لحد ما بتثبت على لون معين. تمام. فانا شايف نفسي في الطربي والرومانسي شويه. لا وانت برضو يعني صوتك برضو بيشد الانتباه شويه. شكرا لحضرتك. مناسب للون اللي انت مختاره. شكرا لحضرتك. حماده هتسمعنا ايه تاني؟ هسمعك برضو حاجه شعبي لاحمد عدويه. يبقى انت كده ماشي في الخط الشعبي. لا الخط الشعبي تمام. هو ده لونك المفضل بقى الخط الشعبي. المايسترو مبنيني برضو على اساس ان انا برضو غنى شعبي وعامل لي اغنيه برضو اسمها كلنا عايشين عافر من الشام. هنسمعها بس بعد الأغنية دي. ماشي راحوا الحبايب بالهم عام والتاني راحوا الحبايب بالهم عام والتاني ربطنا على البعد ولا راجعين تاني راحوا الحبايب يا حبايب حل الزادي ومررتو رش الدواء صعب على إلا ومررتو يا حبايب حل الزادي ومررتو رش الدواء صعب على إلا ومررتو. الله جميل. مين ما
من الفنانين الكبار الشعبيين اللي هو مثلك الاعلى؟ محمد العزبي. تمام. هو احمد ابو برضو. يعني اكتر اتنين بسمع لهم يعني. طب انت بتقلد حد ولا؟ لا انا واخد لون لوحدي، حتى برضو في الاغاني الشعب اللي بغنيها بحس برضو اللي انا يعني بغنيها بطريقه مختلفه بتاعتي يعني، فاهم؟ لك شخصيتك الخاصه بيه. ما بقلدش حد معين. وبرضو رضا البحراوي برضو يعني بحبه يعني، فنان برضو محترم واغانيه كويسه. شفيق جلال؟ لا بسمع له بس يعني ما غنتلوش يعني. طب بالنسبه لك يا طارق، مين مثلك الاعلى في الفنانين الكبار؟ يعني انا بسمع قديم الفتره دي كتير، ويعني حبيت القديم اكتر. انا كنت في الاول ما كنت مايل طبعا للشبابي، بس دلوقتي القديم بالنسبه لي عبد الحليم حافظ. عبد الحليم حافظ محدش بيختلف عليه سواء قديم او جديد. بالنسبه لي انا حبيت المدرسه بتاعته بصراحه. طيب سمعنا حاجه لعبد الحليم؟ ماشي مفيش مشكله. في اغنيه على قد الشوق اللي في عيوني. جميل. دمعي شهودي جرح حدودي في ليل سهادي، في ليل سهادي اكتم واخبي واخلص في حبي صاين ودادي، صاين ودادي دمعي شهودي جرح حدودي في ليل سهادي، في ليل سهادي اكتم واخبي واخلص في حبي صاين ودادي، صاين ودادي شبابي الغالي ضيعته الاقي في الهوى اسمك واملي لما صورته في اجمل صوره كان غالي عليا وضيع عيني ارحم عذابي معاه. برافو عليك. الله صوتك رائع. طبعا عبد الحليم حافظ وطبعا ام كلثوم، المدارس دي كلها طبعا كلها مدارس كبيره جدا طبعا. واي حد مثلا بيقلد او بيغني اغانيهم بيبقى موهوب، بيبقى يمتلك ملكه عاليه شويه. بنتمنى ليك طبعا التوفيق وتقدر تعمل حاجات جميله الايام اللي جايه اكتر واكتر ان شاء الله. ان شاء الله. طيب نسمع حاجه يا حماده؟ نسمع. هتسمعنا ايه؟ نغني ان شاء الله كده نغني محمد العزيز بهية. بهية؟ نخش على بهية. بهية وعيون بهية كل الحكاية، عيون بهية ويا بهية خبريني مالهم بيك الايمين، ده عيونك يا صبية بالحزن مليانين، كل جريح الهوى ظالمين بهية بهية كل عشاق الدوى بيقولوا هي بهية ظلموا البنية يا عيني وكل الحكاية، كل الحكاية عيون رائع يا حماده، رائع الحقيقه. مين اكتشف موهبتك بقى، الموهبه الرائعه دي؟ كنت في اعدادي تمام، وكنت بغني يعني في الفصل في بين الدراسه يعني في الفسحه كده يعني. فمدرس طبعا انا كنت بغني مع اتنين اصحابه قاعدين طبعا دخل لاني بغني.
فمن هنا بقى بدات ان انا يعني صوتك حلو وتغني ومش عارف ايه، فابتديت بقى اتمرن يعني ان انا اتوجهت. ابتدى تمرينك من السن ده؟ لا مش تمرين، غنى يعني، ان انا اشتغل على نفسي يعني، ان انا مثلا اسمع واغني وكده يعني. جميل جميل. طيب طلعت في افراح في البلد مثلا او شاركت في اي مسابقات تبع الدوله؟ لا افراح، وكنت في قصر الثقافه برضو، قدمت قعدت حوالي سنه في قصر الثقافه وسبته. بعد كده يعني بشتغل برضو كافيهات افراح حفلات برضو كده يعني. بالتوفيق ان شاء الله. طيب نسمع حاجه منك يا طارق. يا طارق تمام. هتسمعنا ايه بقى؟ ممكن حاجه جديده بقى يعني، حاجه لمحمد حمامي مثلا. في جوه قلبي حاجة مستخبية، كل لما باجي أقولها فجأة مش بقدر، قدام عينيك بقف وبنسى اتقال، ليه كل مرة يجرى فيها كده ليا، ودي هي كلمة واحدة بس مش أكتر، والكلمة دي عندي فيها راحة البال، حبيتك يوم ما تلاقينا لما حكينا أول كلام، احلف على ده تسمع زياده انا مش بلا. صوتك رائع. مين اكتشفك بقى يا طارق؟ والدتي. كنت في سن قد ايه؟ لا انا صغير يعني، ممكن في اعدادي. عملت ايه والدتك بقى لما اكتشفت ان صوتك جميل؟ دفعتني طبعا. ابتديت تاخد تدريبات معينه في السن الصغير ده؟ يعني ابتديت على لي يعني ناس صحابي بيغنوا، بقيت اقعد معاهم، بقيت بص للموضوع. وشاركت في بعض الحفلات؟ في الجامعه. في الجامعه؟ انا في جامعه حلوان حضرتك. انت سياحه وفنادق قلت لي؟ سياحه وفنادق جامعه حلوان قسم ارشاد سياحي. تمام، يعني بدات المشاركه الحقيقيه وانت في الجامعه؟ في الجامعه. صح كده؟ لا، وقبل كده طلعت حفله تبع مركز الثقافه، فطلعت حفله كده بس كنت صغير يعني، كان عندي 15 سنه تقريبا. تمام. جميل ان انت ابتديت من السن الصغير تثقل موهبتك. بس ما كانش الموضوع بالنسبه لي هو ايه، لا انا متمكن او حاجه، ولحد النهارده انا لسه بتدرب ولسه في ان شاء الله احسن. لا مش عيب الانسان يتعلم، واحنا بنتعلم علشان نبقى على الاقل يعني نبقى للافضل. صح ان شاء الله. حماده هتسمعنا ايه؟ حاجه شعبي يعني برضه؟ شعبي. مفيش عندك يعني حاجه قوميه، حاجه للبلد؟ انا حافظ عن برضه البلد بس يعني برضه هغنيها بطريقه شبه مش عايز. لا يعني. خلاص غني الاغنيه اللي انت مثلا تعرفها اللي هي تطلع بشكل حلو. تمام اتفضل. طب احنا ممكن برضه نغني يعني يعني نغني حاجه شعب برضه، ايه رايك؟ شوف الحياه هتغني ولا انا كنت عايز اغني حاجه طرب الحاجه اللي تطلع حلوه معاك، الحاجه اللي تطلع جميله عادي، احنا فاتحين لك الطريق. احنا دلوقتي بنعمل الحلقه، وبعد الحلقه بنقيم المواهب وبنقوم الاصوات، وان شاء الله كده ربنا يكون لكم نصيب معانا ان شاء الله باذن الله تعالى. ماشي يا حبيبي اتفضل. لسه فاكر قلبي ادي لك امان، ولا فاكر كلمه هتعيد اللي كان؟ لسه فاكر قلبي يدي لك أمان، ولا فاكر كلمة هتعيد اللي كان، ولا نظرة توصل الشوق بالحنان. لا ده صوتك رائع. اديله كام بقى؟ انا عن نفسي اديله 120 من 100. طيب تمام ان شاء الله بالتوفيق. انا عايز اعرف بس يعني اكتر اغنيه اثرت فيك؟
ما في اغاني معينه بتاثر؟ أنا الحزين اكتر يعني. الحزين؟ يعني انا حتى برضو لما اغني برضو يعني حتى كذا حد يقول لي انت عندك بحة حزين، نبرة حزين، نبرة حزين، حزين بتدي نجاح على فكرة احيانا. انا كتير بحبها وبحب الاغاني من النوع ده يعني، اللي هو الموال، اللي هو مثلا الاغاني السلطنة برضو في الطرب، برضو نتكلم ام كلثوم او حليم، الحاجات اللي هي فيها سلطنة يعني. دي اللي بميلها اكتر يعني. تمام تمام. واكتر اغنية اثرت فيك يا طارق ايه؟ وفي اغاني كتير بصراحه يعني، اغاني بس في حاجه كده دايما بتلاقيها يعني على طول تفتكرها. هو في اغنيه كده، اي حاجه يعني، مش حابب اذكر اغنيه معينه بس. حزين برضو؟ حزين برضو. طيب كده احنا قدامنا دقيقتين، عايزين نسمع منك اخر اغنيه كده علشان ايه نختم الحلقه. تمام اتفقنا. سمعنا ايه؟ ماشي، ممكن نغني حاجه في كده موال اسمه مرسال لحبيبتي. تمام اوكي. يعني ده شكل جديد طالع، نشوف الشكل الجديد عشان نقيم عليك بعد كده، هنديك الدرجة عليه على طول. تمام مفيش مشكلة. حبيب حبيبتي شرطة ميلة خراب، وهكتب لي حروف اسمك، ما هنت في قلبي سكن القلب، عارفة بستي وحالي، ومين غيرك في قلبك اكتب له مرسالي، مانيش عارف ده الجواب الكام، ما عدتش بحسب الصفحات، ما عدتش بحسب الاقلام، ما عدتش بحسب اللي ضاع من الايام، كفاني بحبك بس، وقلبك لو بقلبي حس او شاف حاله في بعادك، لا صلى الرب واستغفر لي ذنبه صار، ويا ما في نفسي يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما في نفسي تيجي القلب وتحني، ولازم تعرفي اني لا انا عفريت ولا جني، بحبك بس ايد اقصر كتير مني، فمش قادر اجيب لك من الداب كفه واجيب لك من الياقوت كفه، ومش قادر اجيب الوالي في الزفه، ومش قادر اجيب لك بيت يطوي القطر لو لف في حماه لفه، كفاني بحبك موت، وحب الناس ندم عار، وحبي عكسهم عفا. بنشكرك بنشكركم جميعا طبعا، يعني رائع بالحقيقه. انا اديك برضو 120% والحقيقه يعني حضرات الساده المشاهدين، احنا بنترك لكم برضو يعني التقييم والحكم، واحنا طبعا بالطريقه دي نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. انتظرونا الاسبوع القادم في حلقه جديده من برنامج حقق حلمك صح، ونرجو متابعتنا على صفحه البرنامج على صفحه الفيسبوك. طبعا كل التحية والتقدير لضيوفنا الأعزاء، وانتظرونا إن شاء الله الحلقة القادمة بإذن الله، وإلى اللقاء. شكرا. إلى اللقاء، شكرا لكم. حلمك صح، كافح عانت ونجح، ومهما الوقت طول ما تقولش لحلمك أبدا بح، يأسك ده خلاص انساه، ده طريق الحلم حياة، ومعانا أكيد تلقى تحلم تكبر وأكيد تنجح. حلمك صح، كافح عانت ونجح، ومهما الوقت طول ما تقولش لحلمك أبدا بح، يأسك ده خلاص انساه.